سوق عريق عراقة المدينة التي وجد فيها، في قلب مدينة دمشق، إلى محاذاة المتحف الحربي وفتكية سليمانية أو المدرسة السليمانية التي بناها السلطان سليمان القانوني عام 1566. يتوزع سوق المهن اليدوية بمهنه المختلفة التي تبلغ أكثر من 19 مهنة دمشقية قديمة توارثها الأبناء عن الأجداد، تتنوع بين صناعات خشبية وعاجية وفخارية وصدفية ونحاسية وجلدية وصناعات الحلي والنسيج والبروكار والموزاييك والأرابيسك والقشاني. من قلب الصمت والهدوء المطبق على المكان تتواتر أصوات الصناعات التي يمارسها أصحابها منذ زمن بعيد وما زالوا أمام زوار السوق. إذا بدأنا بمهنة البروكار الدمشقي فلا شك أنها الأجمل والأبدع، لأنها ما زالت تعتمد على تلك الأيدي الماهرة التي تصنع الجمال من خيوط الحرير. بالنسبة لمهنة البروكار، يعني لو فتحت لي مجال انه احكي عنها، هي عبارة عن علوم كبيرة تعتمد على الرياضيات والميكانيك. فالانسان وقت بده يقدم انه يشتغل عليها لازم يكون عنده المام بالحسابات وشوي بالميكانيك لتغطية العيوب اللي ناتجة عن القماش. البروكار بشكل عام عمره 1200 سنة تقريبا، اشتغلته الايادي السورية المهرة ونقلته الى معظم ارجاء العالم. مؤلف البروكار من الخيوط الحريرية الطبيعية المرسومة والمزغرفة والمزركشة التي تعطي رسوم بديعة. أما مهنة النقش على النحاس فلها تاريخ طويل ممتد إلى يومنا هذا، بإبداعات جميلة متنوعة من احتياجات المطبخ إلى الصمديات من كل شكل وتصميم. مثل ما بيقولوا صار شيء بدمه، يعني مثل كأنه الحياة العادية والأكل والشرب. يعني أنا يوميا بهالسن هذا إذا ما اشتغلت، ما هلأ يعني برا شفتوني شلون كنت عم بشتغل على طول، بجدد بلمع بساوي يعني على طول، على أساس أنه تم ممارس المهنة وماشي مثل ما حكينا بدمه، أنه على أساس شيء عادي طبيعي مثل الأكل والشرب. صاري تقريبا نحن في سوق المهنة اليدوية من سنة 72 ونحن كنا بنشتغل أصغار، يعني تقريبا صرنا حوالي شيء 45 سنة. نكمل جولتنا في السوق الواقع على أطراف باحة مستطيلة الشكل التي تتوسطه البحر وتلتف حوله القباب وتتوزع فيه القناطر المتعاكسة، وليضفي جمال العمارة العثمانية القديمة جمالا آخرا على السوق. نصل إلى محل يتضمن رسومات من الفن التشكيلي لمدينة دمشق وصناعاتها بالإضافة للوحات الخط العربي. أما حرفة الموزاييك فما زالت تشغل بكثير من الإبداع في الصناعة وتنوع التصميمات وخاصة المفروشات، وكذلك حرفة العجم أو الرسم على الخشب ما زالت رائجة وخاصة لجهة تصميم سقوف البيوت العربية أو اللوحات، حيث يتفنن الحرفي في تلوين اللوحات بألوان بديعة تملأها حياة. نصل إلى حيث البسط والسجاد اليدوي من كل شكل ولون ورسومات ونقشات، تحار أيها الأجمل، صنعتها أيد مبدعة الروح والأنامل بأنات وصبر. في حقائب يدوية، في شراشف طاولة، ممكن يجي بسط الحيطان أو على الأرض، كمان يستعملوها على الأرض أو على الصوفة، يعني شغلات ممكن يستعملوها وتكون عملية كتير، وطبعا كله يدوي، شغل إيدي بيجي. هلأ اليدوي له بصراحة كذا طريقة، في طريقة على النول وهي أسهل طريقة، في طريقة بالإبرة هي كمان بتجي أصعب من تبع النور، وفي بالسنارة بتجي معقدة أكثر، يعني فيك تقولي ثلاث طرق لشغل الإيد. أما النول فله حكاية أخرى من العطاء، حكاية الصناعة اليدوية التي تحيا طويلا لأنها صنعت بمنتهى الحب والإتقان. تلك كانت حكاية سوق المهن اليدوية بهويته التاريخية القديمة، وحكاية الدمشقيين الذين كانوا يتدبرون شؤون حياتهم اليومية بذكاء وإبداع.